افتتح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الدولي الثاني للاستدامة والمرونة تحت شعار تمكين التقنية والابتكار في تصاميم البناء، الذي يقام بالتعاون مع جامعة البحرين وبتنظيم من شركة إتقان للتطوير. أينما يحل التجديد يتم جني المكاسب بالجملة، وعندما توظف أدوات الاستدامة ومفاهيمها الواسعة في إطار من الحداثة الشاملة، من المؤكد أن تتلمس واقعا مترابط الأركان يتناغم فيه التطور مع الجودة والنوعية دون تفريق بينهما. ومن مدخل الملتقى التحضيري للمؤتمر الثاني للاستدامة والمرونة وضح المراد العملي وتكشفت الأسباب المنطقية التي دعت إلى تنظيمه، والتي تأتي في مقدمتها تسريع التحول الجاد نحو مستقبل البناء والمباني المستدامة. هذا الملتقى اليوم ورعاية هذه المبادرة مهندسون من أجل المستدامة هي تصب في دور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ عدد من المبادرات التي بدأت بها الوزارة، منها مبادرة المباني الخضراء والاستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة لصيانة المباني. ما يربو على 250 مشاركا بين مختص ومهتم من داخل البحرين وخارجها، وعوا القيمة الفعلية لهذا الملتقى باعتباره منصة مميزة تجمع كل ذي شأن في مجال البناء الهندسي المستدام داخل مكان واحد، حتى يتسنى عصف الأذهان وتنشيط الأفكار القابلة للتطبيق الرامية إلى تطوير وتحسين واقع قطاع البناء واستغلال الطرق والتقنيات العولمية المستخدمة في كيفيات تشييد الأبنية العصرية. الهدف من هذا الملتقى هو تحقيق مبدأ الاستدامة في تصاميم البناء والخروج بتصاميم ابتكارية تتعلق بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتلعب دور كبير جدا في استدامة المباني من التصميم وحتى التنفيذ وانتهاء بالتشغيل والصيانة. قمنا هذا المؤتمر الملتقى التحضيري عشان ان احنا نطلع المحاور الرئيسية للمؤتمر، بس يعني الافكار اللي الحين قاعدة تجينا حاليا هي كيفية مثلا تأثير التعليم العالي على سوق العمل، واذا كان في عندنا نقص في السكيلز مثل ما نقول او الخبرات اللي عند الخريجين في هذه التقنيات، وشلون احنا ممكن نتفادى هذا الموضوع. اليوم الكل يتكلم في الاستدامة ودخلت في مجالات عدة لانها هي الفيوتشر وحفظ البيئة وكل ما يتعلق بالموارد الطبيعية اللي موجودة عندنا. فالحمد لله احنا الان اليوم حضرنا الملتقى لتقديم والمشاركة كمتحدث في محاور اللي تتعلق في تطبيق البي اي ام في المباني المستدامة وطريقة أيضا الفوائد منها. على مدار يومي الملتقى سيبدع 12 متحدثا أكاديميا في التجول داخل أروقة 4 جلسات نقاشية ثرية بأوراقها العلمية، التي ستتمحور حول تبيان عديد التطبيقات المتخصصة في مجال تصميم المباني مختلفة الأحجام بالاستعانة بأنجع حلول تقنية البي آي أم في تطوير سوق وقطاع البناء من التقليدي إلى المستدام الحديث. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.